هاي، كيفكن اليوم؟ صراحة اليوم الأحد it was amazing. أنا كنت مقررة أني أروح على متحف واحد، آخر شي رحت على اثنين. التالت واحد ما قدرت أروح عليه لأنه كان complete. I think المدينة الوحيدة بالعالم اللي المتاحف بتكون فيها full هي باريس. مستحيل نشوفها بوطن عربي، يعني بدولة عربية للأسف. بس anyway، رحت أول شي على متحف أورسي، وبعدين رحنا على الأتيليه دي لوميير، معرض الأضواء or something. العمل المتحف الأول طبعا فيه مجموعات collections مؤقتة ودائمة. So guys، أنا دايما منحازي للفن للتشكيلي، خصوصا الرسم، وكتير بحب لما أروح على متحف أو على معرض لما أشوف الشغلة لازم أتحرك فيه شيء. كرمالك أنا حبيت أعمل هذا الفيديو، بلكي حرككم انتوا قاعدين ببيوتكم، ما بعرف بأي بلد، تأثروا باللي أنا حفرجيكم عليه. هلأ الهدف كان لما أنا جيت على هذا المتحف أورسي أني ركز على المعرض تبع جيمس تيسو، وهو فنان تشكيلي فرنسي عاش حياته معظمها بلندن، ورسم الحياة اليومية للندن ولباريس من خلال النساء والرجال والعلاقات العاطفية والعلاقات الاجتماعية والحياة بالبيكنيك والحدائق والعائلات، وكيف إحساس العائلة هني وقاعدين حوالين سجادة بالحديقة وعم بيعملوا غدا وعشاء وبيشربوا وبيضحكوا وبيرقصوا، غير البارتيز والسواري والحفلات البرجوازية وعلاقة الرجل ونظرته بالمرأة بوقتها وعلاقة المرأة ورأيها بالرجل بوقتها، غير نظرة الفنان جيمس تيسو للمرأة الباريسية، كيف هي شكلها وكيف كانت تلبس وكيف كانت تحكي وكيف كانت تتنفس وين كانت تروح. وهيدا الجمال انه هو قدر يعني يحبس او يوقف الزمن من خلال لوحاته لنقلنا معه لباريس ولندن بالفترة اللي هو كان عايش فيها. Too early او كتير بكير للفنان جيمس تيسو ببين حفل برجوازي صالون بباريس، وكيف الناس اللي بعدهم أول واصلين على هيدي الحفلة كيف بتكون ردة فعلهم. اللوحة الثانية اللي عجبتني واللي تعرضت لهجوم كبير واعتبروها خادشة الحياء وفيها قلة أدب وقلة احترام للعادات والتقاليد البريطانية وقتها، هي وجود بنتين وشاب بنهر التايمز على القارب مع سلة فيها ثلاث أناني شامبين، كأنهم هني عم بيحضروا لبيكنيك ليتعرفوا على بعض. هيدي اللوحة عام 1875 أول مرة انعرضت، اتعرضت لكتير مشاكل ورفض من قبل الفنانين ومن قبل النقاد. كلنا بنعرف تمثال الحرية Statue of Liberty، رمز الولايات المتحدة، وكلنا قرينا بمرحلة من حياتنا أنه هيدي هدية من فرنسا. هيدا التمثال كان بالأساس منحوت لقناة السويس في مصر، لأنه بعام 1867 التقى النحات بقائد مصر الخديوي إسماعيل واتفقوا على أنه يعملوا امرأة حاملة ضوء بإيدها ولابسة ثياب واسعة وتكون واقفة على مدخل قناة السويس، ولكن اتفاقية مصر فشلت وتحولت الأنظار نحو الولايات المتحدة الأمريكية. أما النحات الفرنسي كلينجر عامل منحوتي مستوحاة من الحياة من موديل حقيقية، حتى تفاصيل جسمه مثل البثور والحبوب والبقع الزرقاء كانت موجودة، وهذا الشيء اللي صدم صالون باريس وقت عرض المنحوتي، خصوصاً أنه طريقة استلقائها على الأرض تبين للجميع من أول انطباع أنها تتلوى من المتعة، ولكن كلينجر أقرر إضافة أفعى رمزية ملتفة حول إيدها كرمال تبين أنها تتلوى من الألم ومش من المتعة، وهذا التغيير البسيط بالمنحوتة حولها لأكثر منحوتة ممنوعة إلى أهم منحوتة بصالون باريس عام 1847. هيدي اللوحة لما شفتها أول مرة بكتني، بس حسستني أنه كلنا رح نموت بهيدي الطريقة، مثل ما خلقنا عريانين رح نرجع عريانين، وهيدا ملاك الموت عم بغطي الإنسان قبل ما يروح على العالم الآخر. حركت فيه كتير مشاعر هيدي اللوحة، ولقيتها أنها كانت من أحلى أعماله.
هيدي أول ما شفتها كمان ابتسمت ودمع عيوني، لأنه العنوان، عنوان اللوحة بيبين كل شيء. امرأة عارية وحاملة مصباح، واسم اللوحة الحقيقة. هذا العمل بكل وضوح بيبين أنه الحقيقة هي موجودة قدامنا، بس في ناس ما بدها تشوفها. الحقيقة واضحة مثل الشمس، مثل جمال هيدي البنت، بس مش كل العالم بيحبوا الحقيقة، وهذه مشكلتنا بهذا العالم. غوستاف كوربي اختصر حياته كلها بلوحة واحدة سميها المرسم عام 1855. رسم بيرفكتلي العالم، قسمه نصين، نص على اليمين بيمثل حياته وأصدقائه وحياته، قصص الحب اللي عاشها، أما النصف الآخر من اللوحة على اليسار بيّن الرسام الناس اللي ما بيحبهم، الناس اللي هن ممتلكين الحياة بكل مجالاتها الاقتصادية والسياسية، والناس اللي بتشتري وبتبيع بالبشر، الناس اللي بتتاجر بالحياة البشرية.